طيور تتكاثر من دون الذكور، وانخفاض أعدادها أدى لاكتشاف لغز حير العلماء. طائر كوندور كاليفورنيا أكثر الطيور المحلقة في أمريكا الشمالية، بجناحين كبيرين يسمحان له بالوصول لارتفاع يزيد على 4500 متر، وهي متوسط ارتفاع طائرة تجارية. رحلة دراسة هذا المخلوق بدأت منذ الثمانينات، عندما انخفض عددها بشكل كبير ووصل إلى 22 فقط عام 1982. لكن العلماء قرروا في الآونة الأخيرة إجراء تحليل جيني كامل للمجموعة التي نمت إلى أكثر من 900 طائر، مستخدمين عينات مجمعة على مدار ما يزيد عن 30 عاما، ليكتشفوا خلال أبحاثهم أفراخا أتت من بيوض دون مادة وراثية من الذكر، في ظاهرة تعرف باسم التوالد البكري، وهي التكاثر اللاجنسي. وهذا النوع من الاستنساخ قد يحدث في الحالات التي تجد صعوبة بوصول الإناث إلى الذكور، مثل الفقاريات أو النباتات. إلا أن الاكتشاف صنع غرابة هذا النوع من التكاثر في العالم الطبيعي.